بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف السادس ابتدائي، ازيكم يا ابني؟ عاملين ايه النهاردة يا ولاد؟ هنحل اختبارات تراكمية من كتاب سلاح التلميذ، اختبار تراكمي على الشهر الأول. تعالوا نشوف السؤال الأول. اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. رقم واحد، هنا بيقول لي العدد 7 على 8 على العدد نص. هنا بحلها ازاي يا حبايبي؟ هنا بسيب العدد الأول زي ما هو اللي هو 7 على 8، والقسمة بحولها لضرب وأقلب الكسر التاني اللي هي 1 على 2 تبقى 2 على 1. الخطوة اللي بعدها بختصر، أقول 2 على 2 فيها الواحد، وتمانية على 2 فيها الأربعة، وبالتالي 1 هي هتضرب في 7 يعطيني 7، 1 في 4 ب4. 7 على 4 عدد غير حقيقي، هيتحول لعدد صحيح وكسر. 7 على 4 فيها الواحد والباقي 3، يعني هنا 1 صحيح والباقي 3، يعني 1 و3 أرباع. تمام، طبعا الإجابة موجودة يا ولاد، الإجابة بتاعت جيم موجودة في صورة عدد غير حقيقي، يبقى اختار الإجابة جيم بتاعتي. السؤال اللي بعده رقم 2، بيقول لي العدد 12.5 على 5. هنا لما نيجي نقسم يا ولاد لازم نخلي المقسوم عليه عدد صحيح، يعني نتخلص من العلامة 12.5 على 5، المقسوم عليه لازم يكون عدد صحيح، يعني هضرب بسطه المقام في 10، لأن العلامة هنا بعد رقم، فأنا هضرب في 10 تبقى هنا 5، وفوق تبقى 125، لأن لما أضرب في 10 بحرك العلامة ناحية اليمين برقم، فبقت 125 على 5، وال12 على 5 فيها الـ2 وتبقى 2، 25 على 5 فيها الـ5، يبقى الناتج هيطلع 25، يبقى إجابتك تبقى 25 للسؤال رقم 2. مفهوم يا ولاد؟ دي قاعدة الحل، يجب أن يكون المقسوم عليه عدد صحيح. التمرين اللي بعده بيقول لي قارن بين حاصل ضرب 1.2 في 3.5 والعدد التاني اللي هو 12.100 في 35. لاحظ هنا العدد 12 في 35، هنا العدد 12 يتقسم على 10 يعطيك 1.2، وهنا 35 يتقسم على 10 يديك 3.5، وهنا 12 على 100 اللي هي 12 من 100، وعندي 35 مقامها بواحد. لاحظ البسط 12 في 35، وهنا 12 في 35 زي بعض. المقام بقى يا ولاد 10 في 10 ب100 تكافئ 1 في 100، يبقى انا هنا هعمل علامة ايه؟ يساوي. طبعا مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده لو انا واخد بالي من القاعدة، الاعداد الصحيحة موجودة يا ولاد، يعني هنا 12 على 10، العدد ده 12، وهنا 35، وهنا نفس العدد. العلامة هنا في الناتج هتكون بعد رقمين، لأن رقم ورقم يعني مقسوم على 100 بعد رقمين، وهنا تكون بعد رقمين يعني النواتج متساوية، يعني هكتب علامة يساوي. السؤال اللي بعده رقم 4، بيقول لي لدى سلمى 4 تفاحات و9 برتقالات، فإن نسبة عدد البرتقال إلى عدد التفاح. هنقسم يا ولاد النسبة بين البرتقال والتفاح. البرتقال اللي هيكتب الأول، يعني كتب في البسط عندي عدد البرتقالات الأول كانوا 9، اكتبها فوق، وعدد التفاحات 4، يبقى النسبة تطلع 9 إلى 4، إجابتك به. السؤال اللي بعده رقم 5، إذا كان 2 على x بتساوي 10، سوري 2 على 11، إذا كان 2 على 11 بتساوي 10 على x، فأنا عايز أجيب قيمة الإكس يا ولاد. هنا الاتنين بقت 10 اتضربت في 5، يبقى الـ11 هتتضرب برضو في 5، 11 في 5 ب55، يبقى قيمة الإكس تبقى 55. قيمة الإكس يا ولاد هتكون بكام؟ 55. السؤال اللي بعده رقم 6، أو السؤال التاني، النسبة بين 4 إلى 12 في أبسط صورة. هنا هقدر أقسم على 4 العددين، 4 على 4 فيها الواحد، و12 على 4 فيها 3، فالنسبة هتكون 1 إلى 3. السؤال اللي بعده رقم 7، النسبة بين عدد الأجزاء الملونة إلى عدد أجزاء الشكل كله. النسبة يا ولاد بنكتب من اليسار لليمين، الأجزاء اللي متلونة هنا في الشكل اللي عندي، شايفين يا ولاد الشكل؟ الشكل اللي قدامي ده عندي هنا 1 2 3 4، والشكل كله كان فيه 8، يعني 4.5 8، يعني أقسم على 4 يبقى النسبة 1 إلى 2، نسبة 1 إلى 2، طبعا بكتب من اليسار. السؤال اللي بعده، باستخدام خط الأعداد المزدوج المقابل أكمل. هنا يا ولاد الواحد بيكافئها 3، لاحظ واحد قبلها 3 على خط المزدوج، وهنا 2 قبلها 6،
تلاتة قبلها تسعة، الأربعة يقابلها 12، يبقى دي النسبة الموجودة عندي. هنكملها ونكتب النواتج. السؤال اللي بعده رقم 9، إذا كان 6 على 8 تساوي 3 على 4. طبعا هنا بيطبق قاعدة حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني هضرب 3 في 8 تكافئ 6 في 4. يبقى هكتب يا ولاد الناتج بتاعي يطلع بكام، 6 في 4 هنا في النقط. السؤال اللي بعده رقم 10، بيقول لي هنا معادلة التحقق من مسألة القسمة، عشان نتحقق من القسم يا ولاد بنضرب المقسوم عليه في خارج القسمة. عشان تتأكد ان الحل بتاعك صح هتضرب الاربعة في التلات ارباع، لو ضربتهم في بعض وطلعوا 3 يبقى حلك صح. يبقى معادلة التحقق من مسألة القسمة هضرب الاربعة اللي هي خارج القسمة في المقسوم عليه، اقول له 4 في 3 ارباع، يبقى اجابتي اقول 4 في 3 ارباع. السؤال اللي بعده رقم 11، اذا كان مع حنين 5 كرات خضراء و15 كرة صفراء يوجد في نفس الصورة رقم ألف، النسبة بين عدد الكرات الصفراء، طب اكتب من يسار لليمين يا ولاد، عدد الكرات الصفراء إلى الخضراء، الصفراء كانوا 15 والخضراء كانوا 5. طيب هنبسطها، نقسم على 5 العددين، 15 على 5 في 3 و5 على 5 في 1، يبقى إجابتك 3 إلى 1 رقم ألف. السؤال اللي بعده ب، النسبة بين عدد الكرات كلها إلى عدد الصفراء، هكتب من اليسار لليمين، الكرات كلها يا ولاد هجمع 15 و25، وعندي الصفراء كانوا 15. الأعداد تقبل القسمة على 5 إذا كان أحدها 0 أو 5، 20 على 5 فيها 4 و15 على 5 فيها 3، تطلع النسبة 4 إلى 3. السؤال اللي بعده رقم 12، في أحد الملاهي تحصل على خصم 40 جنيه لكل تذكرتين من الألعاب يتم شرائها، ما الخصم الذي تحصل عليه إذا اشتريت 10 تذاكر؟ بيقول لي استخدم جدول النسبة لإيجاد الحل. طيب هو بيقول لي يا ولاد إن كل تذكرتين عليهم خصم 40 جنيه، كل تذكرتين عليهم خصم 40 جنيه، أنت بتقارن بين عدد التذاكر وإيه وعدد الجنيهات، تمام كده؟ هو بيقول لي لو انت اشتريت عشر تذاكر يبقى الخصم هيكون كام؟ هنا الاكس يا ولاد مجهولة، طبعا الاتنين في 20 دي كانت 40، يبقى 10 هتتضرب في 20 تديك 200، يبقى الخصم هيبقى 200 جنيه. فهمت يا ولاد؟ يبقى كل تذكرتين كان عليهم خصم 40 جنيه، كل تذكرتين عليهم خصم 40 جنيه، يبقى كل 10 تذاكر عليهم خصم 200 جنيه. فهمتوا؟ كل تذكرتين عليهم خصم 40 جنيه، يبقى كل 10 تذاكر عليهم خصم 200 جنيه. ليه؟ لأن الاتنين في 20 يديك 40، والعشرة في 20 يديك 200، أو تعمل قاعدة حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، تضرب العشرة في 40 وتقسم على 2، 10 في 40 ب 400 على 2 فيها 200، يبقى أنت عملت جدول النسب وحليت المسألة وطلع الناتج معاك بكام؟ ب 200. ده حل التمرين. طيب كده احنا خلصنا الاختبار الاول.